وصلنا الحمد لله إلى مطار برلين الدولي. الآن نأخذ تذكرة للقطار إلى وسط المدينة. وصلنا إلى محطة ألكسندر بلاتس، هذه جنب الفندق مباشرة. من أمام بوابة براندنبورغ رمز مدينة برلين، تعالوا نأخذكم في جولة سياحية وتاريخية للمدينة. يا أهلا وسهلا بكم. هذا البوابة أهم معالم مدينة برلين، ارتبطت ارتباطا وثيقا ليس فقط بتاريخ ألمانيا بل بتاريخ أوروبا والقرن العشرين عموما. بدأ بناءها في عام 1788 وانتهى عام 1791، وتحطم جزء منها في الحرب العالمية الثانية ثم أعيد بناؤه. طبعا سميت بهذا الاسم نسبة لولاية براندنبورغ اللي تحيط بولاية برلين. يبلغ ارتفاع هذا البوابة 26 متر، مبنية على 6 أعمدة، ويوجد بها 5 مسارات داخل البوابة. طبعا ألمانيا كانت دائما في قلب الأحداث، من الحرب العالمية الأولى والثانية إلى الحرب الباردة إلى سقوط الشيوعية، كل هذه الأشياء تركت بصمة في كل مكان في ألمانيا وخاصة في مدينة برلين، وأهمها هذا الجدار اللي هو جدار برلين اللي قسم المدينة إلى قسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. بدأ بناء هذا الجدار في عام 1961 خلال الحرب الباردة بسبب الهجرة من المناطق الشرقية في برلين اللي كانت تحت الحكم الشيوعي، أما المناطق الغربية من برلين فكانت تحت حكم الحلفاء اللي هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا. سبب هذا التقسيم هو هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث قسمت ألمانيا بين الاتحاد السوفيتي ودول الحلفاء، وكان من ضمن التقسيم مدينة برلين اللي تم تقسيمها أيضا بين هذه الدول. وبسبب الاختلاف الكبير بين الشيوعية والرأسمالية تم عمل هذا الجدار اللي كان رمزا لانقسام العالم إلى معسكرين، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. استمر هذا الجدار لمدة 28 سنة وتم هدمه في عام 1989، وبعد سقوط الجدار تم إعادة توحيد ألمانيا. وهذه نقطة تفتيش تشارلي أو نقطة تفتيش سي، هي عبارة عن نقطة عبور بين برلين الشرقية وبرلين الغربية خلال الحرب الباردة بعد إنشاء جدار برلين. طبعا كان يوجد 8 معابر حدودية، والأشهر بينها هذه النقطة، نقطة تشارلي في شارع فريدريش، وكانت الدبابات الأمريكية تقف أمام الدبابات السوفيتية، والعالم كان يترقب حدوث حرب عالمية ثالثة تبدأ من هذا المكان. بالنسبة للمواصلات في برلين توجد شبكة مترو متطورة تخدم المدينة بالكامل والمناطق المحيطة ببرلين، افتتح في عام 1902 ويخدم 170 محطة تنتشر عبر 10 خطوط. وناخذ الآن بطاقة المترو الـ A والـ B، هذه داخل المدينة. هذه البطاقة طبعا لجميع وسائل النقل العام، لازم تسوي لها سكان قبل الدخول إلى المترو. وهذا برج برلين أو برج التلفزيون اللي يعد أطول برج في ألمانيا، يبلغ ارتفاعه 368 متر، وقد اكتمل بناء البرج في عام 1969، يقع في ميدان ألكسندر بلاتس. وهذا اللي أمامنا مباشرة الساعة العالمية والمعروفة باسم ساعة أورانيا العالمية،
من خلال قراءة العلامات على القبة المعدنية يمكنكم تحديد الوقت الحالي في 148 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم. هذا النصب التذكاري للهولوكوست هنا في مدينة برلين. طبعا الهولوكوست إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، قتل فيها ما يقارب من 6 ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها. يستخدم بعض المؤرخين تعريف الهولوكوست اللي يضم 5 ملايين إنسان إضافيين من غير اليهود، كانوا من الغجر أيضا ومن المعاقين. طبعا هذه أعمدة خراسانية فقط تمثل هذا المذبحة، طبعا هي حصلت في عدة مدن في ألمانيا وفي بولندا، ويتكون هذا النصب من 2711 لوح خراساني تم افتتاحه في 10 مايو 2005 في الذكرى 60 لنهاية الحرب العالمية الثانية. إلى منطقة العرب هنا في مدينة برلين. هذا اللي خلفي مباشرة كاتدرائية برلين موجودة في جزيرة المتاحف. هذا المنطقة اسمها جزيرة المتاحف، هذا أول متحف هنا، وآخر متحف اسمه البراغون، إن شاء الله إذا مفتوح اليوم نزور. للأسف المتحف مغلق، فكانت يعني من الخطة أن يزور هذا المتحف في بوابة عشتار اللي موجودة في بابل في العراق، هذه البوابة الأصلية. على العموم هذا اللي أمامنا هي كاتدرائية برلين، هي الكنيسة الرئيسية البروتستانتية في برلين.